يا بوه يا بوه تراهم يا بوه. وقد أتى بالفعل رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو بنفسه ليعلنها رسميا بأن كرة القدم الكويتية أصبحت حرة بعد إزالة أغلال الإيقاف الجائر عنها. الاتحاد الدولي لكرة القدم أول اتحاد أوقفنا، وبالتالي كان من الأولى أن أول واحد يشيل الإيقاف عنه. هذه أصعب مرحلة، باقي الاتحادات راح تكون عبارة عن شايف الدومينو لما تطيح واحد الباجين كلهم يطيحون نفس الشيء، لنا نفس المنطق ونفس المبدأ. فتقوم الجمعيات العمومية مشكورة بما فعلته فيها وتنتهي المسألة. لم يعد هناك عذر حقيقة لأي يعني منظمة دولية أخرى الآن بعد اللي صار مع الفيفا وهذا التعاون. مبارك الشعب الكويتي كافة رفع الإيقاف على دولة الكويت، وإن شاء الله الشعب الكويتي كله يقدر يمارس الألعاب كلها ويكون على أعلى منصات تتويجي في البطولة العالمية إن شاء الله. أستاذ جابر والذي شهد احتفالية راح نلعب غص برجال الإعلام والصحافة أثناء جولة للوزير الروضان ورئيس الفيفا وقيادات هيئة الرياضة واتحاد الكرة. اللي حصل اليوم هو كلمة اللي أقوله كفيتي ووفيتي يا أبونا صباح، كفيتي ووفيتي يا أخواننا في الخليج العربي من قطر وسعودية، وكل من ساهم في هذا. لما حصل ما حصل للكويت تضافرت الجهود. أنا اليوم أسعد إنسان في وجه على وجه هذه الأرض، حالي حال جميع الكويتيين المحبين لبلدهم والحريصين على سمعتها وحريصين على عودة الأزرق الكويتي إلى المحافل الدولية. الشيء اللي صار هذه الصفحة يجب أن تنطوي علينا الآن الجدام، علينا يعني تلافي جميع السلبيات اللي حصلت في الفترة الماضية والعمل جديا على إيجاد الإيجابيات. شيء هذا يعني أسعدنا صراحة، وشفنا نتيجة هذا العمل اليوم في قدوم رئيس الاتحاد الدولي للفيفا. هذا شيء يعني صراحة شيء كبير، يعني لما يجيك إحنا يعني مثل واحد يقول لي توقعنا أنا فاكسين. قمة زالت بجهود رجال أوفياء عهدوا أنفسهم قبل الجماهير الرياضية بأن تعود الرياضة الكويتية لمكانها الطبيعي، وها هم أوفوا بكلمتهم. بعد سنتين من الإيقاف الجائر للكرة الكويتية نستطيع أن نقولها الآن رسميا دوليا عالميا، راح نلعب مع أقوى الفرق والمنتخبات في الكويت. لتلفزيون المجلس رياض العبادي.